ميرنا 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 اختي ميرنا ميرنا. ما بدي. قالوا لي انه لازم اعطيك ابره مهدئ ثانيه. ما بدي اخذ اي شيء. شكرا. حاسس انك احسن؟ ايه. زاهر زاهر الكل اغتصب على اختي اغتصب على الواطي هذا الحيوان الشيطان الله رح ينتقم منه بكره بتشوف طول بالك الله كبير يا رب يا رب ممكن تسكر الباب؟ أول ما تصحى ميرنا رح ناخد إفادتها. ما في داعي. هالموضوع لا تفتحه مع ميرنا. بس منشان تشتكوا عليه. نحن ما رح نشتكي. بدي يتسكر كل هالموضوع. وما بدي تنشر الشرطة حوالينا. خليل، أصحك تحاول تتصرف لحالك من دوني. لا. طمان لأقضى عليه من واجبكن خليل أنا هون ما رح أروح Thank you.
الحمد لله لقيتها سالمة خليل. خليل. ها مرحبا. شايفك هون. المريضة صحيت. خلي جوزة يدخل لعندها. الحمد لله. Thank you.